دراما رمضان السنة دي شهدت ظهور أكتر من موهبة شابة، وشفنا كتير من الفنانين الشباب بيتألقوا وبيعملوا أدوار فعلاً بتعلم مع الناس. بس ضيفتنا النهاردة مش بس عملت دور مميز، لأ دي كمان الشخصية اللي عملتها اتصدرت الترند وبقى يتعمل عليها فيديوز ومامس كتير جداً بسبب حب الناس للشخصية. منورنا النهاردة الفنانة اللي كانت ترند السوشيال ميديا في رمضان، ميران عبد الوارث.